السلام عليكم ورحمة الله. طلاب grade 8, in this video we want to talk about remarkable identities. So هيدا الدرس بينقسم ل 3 parts مثل ما احنا شايفين. بدنا نتعلم كيف بنقدر نعمل develop بس بطرق أسهل من اللي كنا ناخذها السنة الماضية مشان تساعدنا لقدام حتى نعمل solve للإيكويشن. أول كيس رح ناخذها A plus B power 2. شو هن الـ A والـ B؟ الـ A والـ B هن terms عبارات فيهم يكونوا أحرف letters numbers. letters مع أحرف فيهم يكونوا x, x power 2, x radical 3 فيهم يكونوا شو ما كان. فإذا الـ A والـ B هن عبارات رح نعملها develop مثل ما تعلمنا من السنة الماضية ونرجع نعمل memorize للـ A plus B square. أنا بعرف شيء power 2 يعني شيء بده يعمل times مع حاله مرتين, فبعمل A plus B into A plus B. شو معناته؟ يعني هيدول التنتين parentheses في بيناتهم times. فأنا كيف بعمل develop لهيدول التنتين؟ بعمل الأولى مع الأولى والأولى مع الثانية. فشو بعمل الأولى مع الأولى وبرجع بعمل الأولى مع الثانية. اتفقنا من السنة الماضية إنه ببلش بالساين بعدين بالنمبرز بعدين بالليترز, ولكن هون ما معنى ساين وعنا in general, فرح نبلش نحط الإيكوالز تحت الإيكوالز. A مع A نعرف إحنا إنه الA بتحمل power 1 power 1, فبنجمع الباورات فبتطلع A power 2. منين اجت ال 2؟ يلي هي 1 plus 1. A times B ما فينا نعمل فيها شيء لأنه عنا البيز مختلفين, فبحط plus A مع B. بس حط A مع B يعني في بيناتهم times بس ما بنكتبها. بجي على تاني وحدة اللي هي البي, كمان التانية مع الأولى والتانية مع التانية, فB times A نكتب B times A plus B مع B. عنا نفس البيز بقدر أجمع الباور يلي من فوق, بنعرف إنه البي بتحمل باور 1 وباور 1 فبتطلع B باور 2. A2 وB2 تمام. A times B plus B times A, نحن بنعرف انه الـ A times B هي ذاتها B times A, يعني 1 times 2 هي ذاتها 2 times 1, يعني هدول مثل بعض. فمعناتها صار معي 1 و1 صاروا 2 A times B. فبنحط الـ equal تحت الـ A2 والـ B2 بيضلوا. شو بعمل هدول؟ صار عندي 2, صار عندي 2 AB او 2 BA اللي بدنا اياه, فبقول 2 A B. بين ال 2 وبين ال A في times وبين ال A وبين ال B في times, فطلعت هيدي الديفلوب تبعتها A2 plus 2 AB plus B2. فأنا بكتب من تحت شو استنتجت, إنه A2 plus 2 AB plus B2. تعالوا نشوف كيف بنقدر نطبق هيدي اللي أخذناها على الإكزامبل. معي radical 5 plus radical 2 كلها سكوير. نحن بنعرف بس يكون عندي plus وماينس أنا ما بقدر نزل الباور 2 على 5 وعلى 2, خلصت. بالبلس وبالماينس عندنا قاعدات لواحد. فبيجي بقول بعتبر هيدي الـ A وهيدي الـ B, صح؟ تمام. فشو بعمل A2؟ فبحط A2 وبشيل الـ A. مين الـ A؟ الراديكال 5 بدكم تحطوها بارنتيسيس بنحطها بلس 2 بتضل. مين الـ A؟ الـ A هي راديكال 5. مين الـ B؟ هي راديكال 2, اتفقنا انه في بيناتهم تايمز بلس. مين الـ B سكوير؟ السكوير بتضل. البي مين هي؟ الراديكال 2. هل خلصت؟ لا, بدي اشوف اذا في عندي راديكال وباور 2 بقدر اتخلص منهم. فبصير معي انا راديكال وباور 2 تعلمنا بالفصل الاول انه انا بقدر اروحهم بيبقى معي 5 بلس 2 بتضل. تعلمنا بالراديكال انه انا بضرب اللي برا مع اللي برا واللي جوا مع اللي جوا. الراديكال 2 يلي هون عندها 1 وهيدي عندها 1, ف2 تايمز 1 تايمز 1 اتس 2. بضرب يلي جوات الراديكال 5 تايمز 2 اتس 10, فبتطلع 2 راديكال 10 بلس كمان راديكال 2 وعليا باور 2, فالراديكال وال2 بيروحوا فبيبقى معي 2. خلصت؟ لا, خطوة صغيرة يلي بتقول انا بجمع الارقام مع بعض, بس الارقام الراديكال 10 ما معها شيء بخليها مثل ما هي, ف7 بلس 2 سوري 5 بلس 2 اتس 7 بلس 2 راديكال 10. فهيك انا بكون عملت لها ديفلوب للراديكال 5 بلس راديكال 2 سكوير باستخدام الريماركبل ايدنتيتيز. بجي على تاني وحدة اللي هي مثلها ولكن الفرق انه هون بلس وهون ماينس. رح نعمل نفس عملية الديفلوب اللي هي باور 2, معناتها انا بدي اضربها بحالة مرتين. اذا باور 3 بدي اضربها بحالة 3 مرات. فنحن بنعرف انه هون في تايمز الاول مع الاول والاول مع التاني, وبنرجع تاني مع الاول والتاني مع التاني. الايكوالز تحت الايكوالز, ما بعمل كل وحدة بمحل. A times A it's A2. A times minus B, ما ننسى انه minus B, فنحن بنبلش بالساين. الـ A بتحمل قدامها plus,
فبلس تايمز ماينس اتس ماينس، الماينس اقوى بالضرب، A تايمز B بالضرب. خلصت من الـ A، خلصت بنتقل على تاني تيرم يلي هي ماينس B. ماينس B بدي اضربها بـ A، الـ A بتحمل معها بلس، فماينس تايمز بلس اتس ماينس، B تايمز A مثل ما اتفقنا من شوي انه A تايمز B هي ذاتها B تايمز A. واخر تيرم يلي هو ماينس B بدي اعملها مع الماينس B، فماينس مع ماينس لما بيكونوا سيم ساين بيطلع دغري الاشاره بلس، بيطلع معي بي 2. ليش 2؟ لانه عندنا 1 وعندنا 1 فبنعمل اديشن للباور بيطلع معي 2. تعالوا شوي نجمعهم مع بعض، الاي 2 بتضل، البي 2 بتضل، هون معي ماينس اي بي ماينس بي اي اللي هن مثل بعض، مثل ما بقول ماينس 1 وماينس 1 اتس ماينس 2 اي بي. فاستنتجت انه بتطلع نفس هيديك ولكن الفرق اذا في ماينس قدام ال 2 بنحط ماينس، فانا بدي احفظ انه بتطلع اي 2 ماينس 2 اي بي بلس بي 2. بنعرف انه بين ال 2 والA والB عندنا تايمز. رح ناخذ اكزامبل x ماينس راديكال 3 باور 2. سو هون عندي ليترز وعندي راديكال. كيف انا بعملها ديفلوبمنت؟ هون هيدي الA، هيدي الA، هيدي الB، هيدي الB. فاول خطوه بعمل انه بعمل الA سكوير وبعمل الB سكوير، فبتطلع x سكوير وبلس راديكال 3 سكوير. هيدول الاهين شيء بعملهم. في ماينس بيناتهم بحط ماينس، في بلس بحط بلس، هاي ماينس. ال2 بتضل بالحالتين موجوده. A تايمز B يلي هي X تايمز راديكال 3. تعالوا شوي نظبطهم ونشوف كيف بيتظبطوا. X2 بتضل 2 تايمز X تايمز راديكال 3، ما فيني اعمل فيها شيء لانه لا عندي راديكال ولا عندي شيء، مثل كاني عم اقول 2 ضرب كيلو خيار ضرب كيلو جزر، شو فينا نعمل فيهم شيء؟ ولا شيء. ف 2X راديكال 3 بلس راديكال 3 باور 2. نحن بنعرف انه الراديكال مع الباور 2 بيروحوا، فبيبقى معي 3. دائما الراديكال جوابها بيكون بلس، يعني اذا انا عندي جوا ماينس 3 باور 2 الماينس بتروح. ما ننسى انه الراديكال جوابها بلس. فعملت لها ديفلوب طلع شكلها اكس 2 ماينس 2 اكس راديكال 3 بلس 3. هيدي اكس مش ضرب. نجي على اخر كيس يلي هي A ماينس B تايمز A بلس B، يلي هي اخذنا شوي من الاولى وشوي من الثانيه وقلنا تعالوا نضربهم ونشوف شو بيصير. فانا كيف بعمل ديفلوب؟ مثل ما اتفقنا، الاولى مع الاولى، الاولى مع الثانيه، بعدين الثانيه مع الاولى والثانيه مع الثانيه. ما ننسى الماينس ننتبه عليه. A تايمز A، ال A وال A بيحملوا اشاره بلس، فبيبقى معي بلس A2. فيني احط بلس وفيني ما احط. A تايمز B بلس وبلس اتس بلس، ف A و B. خلصنا. ماينس B تايمز A، طيب هون انا معي بلس، اوكي ماينس وبلس اتس ماينس، B تايمز A، B تايمز A بالضبط. ماينس وبلس ماينس، B مع B لانه عندنا سيم بيز من تحت، فبقدر اجمع الباورات اللي هي بتحمل باور 1 فبيبقى باور 2. بتطلع هون اتفقنا انه ال A B وال B A هن مثل بعض. مثل كأني عم اقول بلس 5 وماينس 5، بلس 11 وماينس 11، شو بدي اعمل فيهم؟ خلص راحوا هيدول. فبيطلع الجواب A2 ماينس B2. فإذا ال A ماينس B انتو A بلس B، بيطلع جوابها ال A2 أول تيرم بتعمل له سكوير، بتنقص منه ثاني تيرم بتعمل له سكوير. آخر إكزامبل رح ناخده بهيدا الفيديو، راديكال 3 ماينس راديكال 5 انتو راديكال 3 بلس راديكال 5. أنا من وين بحدد ال A وال B يا أستاذ؟ دائما بروح على تبعية الماينس، لأنه يمكن الأستاذ يقلبهم يحط لي راديكال 5 بلس راديكال 3، مع انه هن بالبلس ما بيأثروا بس بالماينس بيأثروا. فانا بحددها من الماينس، فبقول هيدي الA وهيدي الB. شو تعلمنا؟ تعلمنا انه بعمل A سكوير بعملها سبتراكشن من الB سكوير، فراديكال 3 سكوير بدي شيل منها الB سكوير يلي هي راديكال 5 سكوير. اتفقنا انه نحن الراديكال مع الباور 2 بيروحوا، فبيبقى معي يلي جوات الراديكال بشرط انه جوات الراديكال يكون بلس، فبيبقى معي 3 ماينس 5. بتركهم؟ لا، 3 ماينس 5 انا بعرف لما بعمل سبتراكشن لرقمين وبيكون الاول هو اصغر دغري بنحط اشاره الماينس وبنعمل سبتراكشن 5 ماينس 3 اتس ماينس 2. فاذا هيدي اللي كان شكلها راديكال 3 وراديكال 5 بكل بساطه طلعت ماينس راديكال 2. هيك بنكون خلصنا درس الريماركبل ايدنتيتيز للجريد 8. اتمنى تكونوا فهمتوا علي، والسلام عليكم ورحمه الله.